البطل يتحدى المستحيل، كلمة بنسمعها كتير، أو ممكن نقول البطل قادر على قهر الصعاب، أو البطل بيقدر قيمة تيشيرت منتخب مصر وإنه عارف يعني إيه إنه بيمثل منتخب مصر، أو حلمه إنه يمثل مصر في أي بطولة. لما بيشارك أكيد بينسى كل اللي حصل وراه عشان يحقق إنجاز ليه ولبلده، وعشان يكتب اسمه ضمن أبطال العالم ويكون واحد منهم. البطل الحقيقي أو اللي عارف قيمة تيشيرت منتخب بلده اللي بنتكلم عنه حلقات وحلقات، ويا سلام لو ده تيشيرت منتخب مصر بلدنا كلنا الحبيبة، طبعا هيقاتل وهيتحدى الظروف والصعاب عشان يحقق إنجاز. مهما كانت المعوقات هنلاقيه بيموت نفسه عشان يحقق هدفه. عايزة يعني الكلام ده كله بقوله ليه؟ ممكن يكونوا بتقولي ايه أمير، عايزة تقولي ايه؟ كل اللي أنا بقوله ده بقوله عشان أكيد عايزة أوجه تحية تقدير واحترام لأبطالنا أوناش مصر، لعيبة منتخب مصر للشباب لرفع الأثقال اللي حققوا المركز الثاني في بطولة العالم للشباب اللي كانت في مدينة ليون بالمكسيك. تحقيق 14 ميدالية، 6 ميداليات ذهب و5 فضة و3 ميداليات برونز. في الحقيقة لازم أشكرهم. ليه؟ مش عشان هم حققوا الميداليات دي، لا، عشان هم اتحدوا الصعاب وراجعين من فترة توقف دولي لرفع الأثقال بسبب أزمة المنشطات، وكلنا كنا عارفين، وده عدم مشاركتهم في طوكيو. بيحققوا إنجازات على مستوى الكبار، مستوى الشباب، مستوى الناشئين، وراجعين بقوة وبيدونا أمل في اللي جاي بإذن الله. محمود حسني لاعب منتخب رفع الأثقال الشاب اللي حقق 3 ميداليات في مشاركته في بطولة العالم للشباب، حقق رقم قياسي وخد جايزة تانية أفضل لاعب في البطولة، وحاجة مشرفة يعني. شفت الفيديو، فيديو ليه على السوشيال ميديا عن استعداداته وتجهيزاته. الفيديو اللي بنشوفه ده قدامكم، قدام حضراتكم ده دلوقتي، ده التعبير المناسب ليه يعني. احنا جبناها من أرض الواقع. بصوا الكابتن بيتمرن فين، بصوا روح البطل صاحب القدرة على تحمل المسؤولية. لا بص بقى عقدي ايه، ولا هعمل مشكلة مع النادي بتاعي عشان اخد عقد بكم مليون، ولا مش عاجبني ومش عايز ومش عارف وكلام كتير، والمحصلة بتكون صفر. ممكن يكون بيتمرن في صالة يعني، انتوا شفتوا السوق يعني. الفيديو اوقع يعني اكتر حاجة بتعبر عن الواقع، مفيش، هو حديد بلدي قدامه، بار اللي بيتمرن بيه اللي بيروح بيه في البطوله، مفيش يعني. انا مش شايفه الامكانيات الفظيعه المهوله اللي يروح بيها بطل يجيب الميداليات دي كلها، ما شاء الله عليه. ابطالنا في الالعاب الفرديه قادرين انهم يسعدونا، عندهم روح عاليه جدا، مش فارق معاهم حاجه غير الانجاز وغير الاهداف اللي هم حاطينها قدامهم. للابطال في الالعاب الفرديه او الالعاب الفرديه اللي بنقول عليها العاب شهيده، واللي هنا في قنوات اون تايم سبورتس خدت حقها، نقل بطولات ومتابعه لكل البطولات في اي مكان، رعايه الدوله المصريه لكل الرياضيين، وتوفير ملاعب وتدريبات يعني ملاعب للتدريب، امكانيات استضافه بطولات، كل حاجه، عشان سفر اللاعبين دول ومشاركتهم في البطولات الدوليه هو اللي خلى فيه طفره في الفتره الحاليه. يا ريت كل الرياضيين لما يشاركوا باسم منتخب مصر يكون عندهم نفس الروح والإصرار والعزيمة اللي شفناها قدامكم على الشاشة دلوقتي. دي لعبة من الألعاب الفردية، وشفناها من الشباب في رفع الأثقال، وشفنا كمان منتخب السلاح في شباب زي الفل، شباب لسه واعد يعني، بيتألقوا دلوقتي في بطولة أفريقيا بالمغرب. شفنا قبلهم الكاراتيه والتايكوندو، جودو والمصارعة، الخماسي الحديث، أحمد الجندي والإنجازات اللي حققها كمان في طوكيو، واللي إن شاء الله تتحقق الفترة اللي جاية. ركزوا في إنجاز، ياريت ما نفكرش في الشماعات، الحجج اللي احنا هنعلق عليها الإخفاق، لأن مصر بتستحق كتير، والجماهير المصرية مقدركم جدا، فلازم يكون المردود بتاعكم على قد اللي بيتقدم ليكم وعلى قد التقدير ده. فمهم جدا إن احنا نشوف الحتة المنورة وخلي